السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم فيديو جديد غيكون عبارة على بانكيك دقيق الشعير مع البرتقال، كيجي رائع وغزال. بقاو معايا ما تمشيو فين وشاهدوا معايا الفيديو الاخير، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديال هذا النهار صيفطوا لي الكومونتير ديالكم وبارطاجيو مع صحابكم، ونتسنى الملاحظات ديالكم اللي كتفيدني بزاف وكنبغي نعرفها. ولكن نتوما ما فعليش الجرس، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه. بقاو معايا ما تمشيو فين. البرتقال، القشور ديال البرتقال، يعني غنديرو زيست ديال جوج برتقالات، نحاولو نحكو غير لا بارتي اللي كتكون برتقالية اورانج، ما نوصلوش للمنطقة البيضاء على هذا الشكل. من بعد كنعصرو هذوك البرتقالات وكنحتفظو بهم. عندنا هنايا جوج بيضات، شويه ديال الملحه كنحركو، كاس معمر ديال السنيده تقريبا كاس لارو، كاس معمر ديال الزيت المائدة، جوج كيسان ديال عصير البرتقال، هنا غنبداو نضيفو في دقيق الشعير بشويه بشويه. في الاخر نقول لكم شحال درت تقريبا. هنا غنضيف خماره، ضفت الكاس الثاني ديال دقيق الشعير بشويه بشويه، نص معلقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم. ما نقولش لكم بيكربونات الصوديوم كيفاش كترجع البانكيك كتنفخو مزيان وكتجي كتجيبو سوفلي، كيجي رائع. ديال الدقيق الفورس باش تقدر تجمع لينا العجينه وما تقطعش لينا البانكيك ملي كيكون في المقله.
راس المعلقه ولا تقريبا نص معلقه صغيره ديال القرفه اختياريه، كتجي حتى هي رائعه مع البرتقال، وهذا كيجي المذاق نسم زوين. من الدقيق درنا جوج كيسان ديال الدقيق ديال الشعير وكاس ديال الدقيق الفورص. هنا في مقلاه ديال البغرير ولا ديال البانكيك اللي كتستعملوا، انا فضلت ندير هاد الصغيورات كيجيو مقدودين. غادي نصبوا الخليط ديالنا ونطيبوه عادي بحال البانكيك العادي، نخليوه حتى يبدا يطيب شويه وعاد نقلبوه على هذا الشكل. نقدروا نزيدوا فيهم دي بيبي دو شوكولا بحال اللي درت هنا. ملي كيطيبو من التحت كنقلبوهم، شوفوا كيفاش كيتنفخوا كيجيو منفوخين وزوينين. كنبقاو نطيبو فيه على هذا الشكل حتى نكملو الخليط كامل في هاد المقله هذه، ما درتش فيها لي بيبي دو شوكولا. كثرنا غنديرو الشوكولا في بان ماري حتى تذوب. نضيفو لها القليل من الكريمة السائلة. في طبق التقديم كنحطو لي بانكيك ديالنا، كنزينوهم بلاصوص شوكولا وبعض الفواكه الجافه اختياريه على حسب اللي عندكم موجود في الدار. كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. شكرا ومع السلامه.